الدعاء عموما لا يلزم من دعاء الاستجابة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا دعاء فإما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يختلج الدعاء والقدر في السماء فيخفف عنه به، أو يؤجل له نفعه إلى يوم القيامة. فما يدعي المرء دعاء إلا ويرى أثره، إما اليوم بمنع كامل أو بتخفيف، أو يراه يوم القيامة أمام عينيه إذ الحسنات منشورة والسيئات كذلك. فالدعاء لا يلزم منه تحقق المدعو تماما، وإنما قد يخفف هذا الأمر. الأمر الثاني أن الدعاء لا شك يجاب مع كثرة الإلحاح، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كثيرا من الدعاء ثلاثا فأكثر، مما يدل على أن كثرة الدعاء سبب من أسباب إجابته، وطيب المطعم والصدق التوجه إلى الله عز وجل، والتقديم بين الدعاء بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع اليدين فيه، وأن يكون أمام هذا الدعاء عمل صالح يفعله المرء، من الأسباب المؤدية لإجابة الدعاء، والله أعلم.